السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحضرت لكم 80 سنة الثانية ابتدائي في التربية العلمية. التمرين الأول: اربط بسهم بين الأشياء والأدوات التي تناسبها. لدينا وردة نربطها مع أي شيء، مع مقص الورود. لدينا خبزة نربطها مع السكين. خبزة نربطها مع السكين. البرغي نربطه مع مفك البلاغي. واو، الخشب نربطه مع المنشار. وأخيرا المسمار نربطه مع المطرقة. ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول: اربط بين الأشياء والمواد المصنوعة منها: خشب، حديد، زجاج، بلاستيك، طين. كتاب، كأس، سيف. لدينا الكتاب نربطه مع ورق. كتاب من الورق. كأس من الزجاج. سيف من الحديد. فخار من الطين. كيس بلاستيكي من البلاستيك. وطاولة من الخشب. الآن ننتقل إلى التمرين الثالث. أجب بصحيح أو خطأ. يمكن أن نصنع الأشياء كثيرة من البلاستيك. صحيح. لا يمكن أن نصنع الأشياء كثيرة من الورق المقوى. خطأ. يمكن أن نصنع. خطأ. كل ما يصنع من الورق المقوى ليس متينا. خطأ. متينا. إذا كثرت الأخاديد في جسم مصنوع من البلاستيك زادت متانته. صحيح. الآن ننتقل إلى تمارين أخرى في التربية أيضا الإسلامية. التمرين الأول: تحول الماء الجامد بفعل الحرارة إلى سائل بفعل الحرارة. ويتجمد بفعل البرودة.
الثاني، صنف الأجسام في الجدول: العصير، الأكسجين، الغاز، القمح، الحليب، والثلج. صلب سائل هواء. هنا صلب يوجد القمح والثلج. صلب القمح والثلج، ثلج. سائل يوجد العصير والحليب. العصير والحليب. العصير عصير والحليب. حليب. هواء الأكسجين. الأكسجين والغاز. زو. الآن ننتقل إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث والأخير: أجب بصحيح أو خطأ. الهواء موجود من حولنا في كل مكان. الهواء ليس في حالة صلبة ولا في حالة سائلة. الهواء موجود من حولنا في كل مكان. صحيح. الهواء ليس في حالة صلبة ولا حالة سائلة. صحيح. الآن يمكن رؤية الهواء بالعين ومسحه باليد. خطأ. الهواء يملأ كل الأجسام الفارغة. صحيح. الهواء يملأ برميل فارغ. صحيح. الهواء موجود داخل الصخور. خطأ. يمكن أن أرى الهواء في الماء على شكل فقاعات. صحيح. الهواء له ذوق. خطأ. الآن ننتقل إلى التمرين الرابع والأخير. ضع كل كلمة في الفراغ المناسب. محرك، 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 البخارية، معيق، الغازية. يمثل الهواء في الحالة الغازية. الغازية نقول يمثل الهواء الحالة الغازية أو البخارية للمادة. ومن خصائصه أنه محرك للأشياء أحيانا ومعيق لحركاتها أحيانا أخرى. سوف أكتبها وأرجع لكم. وأتمنى أن يعجبكم هذه التمارين، ومع السلامة. ننتقل في تمارين أخرى للسنة الثانية ابتدائي في التربية الإسلامية واللغة. مع السلامة.